بالنسبة للثمن الرومي اليوم كيبان لي بالنسبة للثمن شوية مناسب لا بأس به. الفرق ما بين البارح واليوم 5 درهم ناقصة اليوم. كان البارح داير 26 درهم اليوم 21 درهم. بالنسبة للبلدي راه 65 حتى 70 درهم داير. الكروازي داير 12 درهم 11 درهم على حسب الكاليتي. ما بقاش في الثمن. كاين أسباب متعددة بزاف. السبب الرئيسي هو الدجاج ملي تيقل كيطلع الثمن ديالو. وكاين عاود ثاني كاين الغلاء، كاين الغلاء في العلف، كاين الغلاء في الترونسبور، في المازوت، بزاف شحال من حاجه غاليه، داكشي اللي خلى الدجاج يطلع. خويا اش غادي نقول لك، ما بانوش شي عراسات. بالنسبه لي انا على حسب النظر ديالي انا ما كاينش شي عراسات. احنا في مارشي كرو كاع ديال الدار البيضاء كامله، ما تيجيوش الناس يقول حنا باغيين 80 طير 100 طير، عندنا مناسبه ولا عندنا هادي. كيبان لي على حسب سميتو ولاو تيكلفوا تريطور ولا تيقضي الغرض معاهم وصافي، هادشي اللي بان لي. بالنسبه للكليه مساكن راه بالنسبه له غير التمر ناقصه في 5 درهم، ومع ذلك بالنسبه للزابو راه تيجي غالي مقارنه مع ملي كان داير 15 16. الثمن لا باس به، الثمن مناسب. وبالنسبه له كيفوت الدجاج 20 درهم راه غالي على الدرويش، وحنا ما بغيناش يطلع، بغينا نبقى في واحد الثمن مكرنا، واحد الثمن يكون محدد ديك 16 17، كيبقى بالنسبه في متناول الجميع. الكساب ما يضرش والزبون حتى هو يجي تمام مزيان. واش غادي نقول للمواطن، النقطه اللي بغيت نوصل لهم، لجات واحد السيمانه ولا جوج الثمن طالع شويه، صبروا صافي. وبالنسبه للكسابه حتى هما راه دابا كاين اللي مستافد، وكتجي عاوتاني واحد الموجه ديال الرخاء عاوتاني، راه تياكل في الكساب حتى هو شويه العصات، هو لا بد من شويه تيعوض دابا، بحال كيعوض دابا. بالنسبه اللي معمرين دابا اللي داز عليهم، اما بالنسبه دابا غير الشركات الكبار هما اللي معمرين، اما الكساب الصغير ما معمرش دابا خاوي. ودابا الفلوس هو اللي جعل الكساب الصغير ما يعمرش، الفلوس غالي شويه، داير شي 8 درهم 8.5، هو اللي خلى الكساب الصغير ما يعمرش. دابا اللي عنده الامكانيات تيعمر في الرخا وتيعمر في الغلا، ما كيجي الغلا تيهز شويه، في الرخا ما عندوش مشكل، واخا يخسر شويه راه ما. بالنسبه للكساب الصغير تيخسر خطيه خايبه صافي تيريح الارض.